السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا متابعي قناة الأرباح في طريقة جديدة للربح. اليوم إخواني إن شاء الله سأقدم لكم طريقة قوية لمن يريد البدء في اليوتيوب وتحقيق 1000 مشترك و4000 ساعة، وبالتالي الربح من إعلانات أدسنس أو تكبير القناة لكي تعمل عليها في مجال الأفلييت. وكما نعلم أن اليوتيوب إخواني مصدر ترافيك قوي جدا، ثاني مصدر ترافيك بعد اليوتيوب كما تشاهد بعد جوجل، وهنا عدد زيارات تصل إلى 30 مليار زيارة شهرية أو 35 مليار زيارة شهرية في الشهر. يعني أي شيء تجده في اليوتيوب توجد طرق كثيرة وكثيرة للربح من اليوتيوب، من بينها الربح من إعلانات أدسنس فقط أو الربح من الأفلييت بتكبير القناة وجلب مشتركين، بعدها ستكون القناة الكبيرة الخاصة بك موثوقة وستحقق لك سواء أرباح من وضع رابط في الوصف أو أرباح من أدسنس أو إعلانات أدسنس. أنت ما يكفيك فقط مراجعة القناة الخاصة بنا، ستجد الربح من اليوتيوب. شرحت استراتيجيات لوضع الفيديوهات بدون إظهار وجهك. إن كنت تريد مثلا عمل فيديو تصوير مناظر طبيعية أو بهاتفك فقط إخواني، وتقوم بإلقاء بعض الكلمات في الفيديو، وفيديو يكون لمدة ساعة أو ساعتين، ثم ستقوم ب جلب المشاهدات والاشتراكات بالطريقة التي سأشرح لك. سأقدم لك أقوى 5 مواقع في الانترنت لجلب مشتركين مجانا. وإذا أردت أن تقوم بتسجيل ودفع مثلا 10 دولار أو 15 دولار، هذا أمر يخصك، هنا ستحصل مباشرة على الاشتراكات والمشاهدات. قبل بداية الشرح، أول شيء أرحب بمشتركينا الجدد، ثاني شيء إخواني أرجو أن تدعمونا بالضغط على زر لايك لكي نواصل. وهنا كما تشاهدون نجد مشاهدات 1000 ولكن اشتراكات قليلة. فقط إخواني ادعمونا بالضغط على زر لايك لكي ينتشر الفيديو ويستفيد الجميع. فهذه الفيديوهات لن تجدها مجانا، أقوم بأخذها من كورسات مدفوعة وأقدمها لك أو أقدمها لكم مجانا. نتوجه للشرح. أول موقع سنعمل عليه هو هذا الموقع. كل مواقع لا تقلق ستجدونها في مقالة مباشرة، الروابط مباشرة، يكفيك فقط متابعة طريقة العمل. هذا هو الموقع إخواني، شاهد التقييم الذي تحصل عليه في موقع تريست بيلوت 4.7، يعني شيء جيد، تستطيع التأكد بنفسك، فهو من أقوى المواقع. هنا توجد خطة مجانية لكي تتابع ستارتر والأنتربرايز و الإليت وسيليبريتي كما تشاهدون 80 دولار. نحن نعمل على مجانا، كل 12 ساعة يقدم لك 10 اشتراكات، تابع جيدا معي. وهنا تستطيع أخذ 10 اشتراكات أو 20 لايك أو 20، هنا أعتقد 20 مشاهدة. المهم كل 12 ساعة تستطيع الاستفادة من 10 اشتراكات أو مشاهدات أو لايكات. يكفي الضغط هنا على ريجستر، هنا بالضغط على هذا الخيار، ثم ستقدم الايدي. الجميع يتساءل اي ايدي سأقدم. هنا ساتوجه الى احدى القنوات الخاصه بي، مثلا القناه التي دائما اشرح عليها، وهنا شاهد الطريقه التي شرحتها للربح من فيديوهات القصيره. وضعت 3 فيديوهات، شاهد اخواني مشاهدات لا باس بها لانها 21 حسب الفيديوهات التي اضع، 21 2 6، يعني عندما اضع 20 فيديو فقط لمده 6 ثواني 27 ثانيه ستحصل على مشاهدات يوميه، يعني الطريقه ناجحه. قم بتكبير القناه الخاصه بك بهذه الطريقه التي ساترك لك رابط الفيديو الخاص بها على ما اعتقد شرحتها هنا في فيديو الربح من الفيديوهات القصيره، هنا على ما اعتقد أو شورت فيديو. هنا هذا الفيديو إخواني 27 دقيقة شرحت بالتفصيل كيف ستربح من الفيديوهات القصيرة. نعود للشرح. الأيدي كما قلنا لكم، أيدي القناة ستجده إخواني عندما تدخل إلى القناة، تضغط على يور شانل، بعدها إخواني ستجد الأيدي هنا، شاهد هذا هو الأيدي إخواني، إلى غاية سلاش هنا، هذا هو الأيدي. أقوم بنسخه وأتوجه إخواني إلى الموقع هنا، أقوم بوضع الأيدي الخاص بي هكذا. وعفوا بالمناسبة إخواني، نسيت أن نقدم لكم الخدمة التي نقدمها، هي إنشاء موقع. موقع مثل هذا الموقع إخواني تستطيع الترويج به في روابط الأفلييت، شاهد موقع احترافي، تستطيع وضع مقالات، يقبل في أدسنس كما تشاهدون. لمن يريد التواصل معي الفيسبوك أسفل، ستشاهد مقالات جيدة للترويج، مثلا رابط افلييت سواء الويت لوز او اي شيء اخواني كما تشاهدون هنا.
هنا اخترت نيتش الفود والريسيب كما تشاهدون، مواقع احترافية نقوم بتقديمها لمن يريد الخدمة يتواصل معنا فقط. هنا سأقوم بإعادة نسخ الاي دي كوبي، أعود إلى الموقع للتسجيل، أضغط هنا جيد، أضغط let me now، وهنا تقوم بوضع الايميل باسورد، إعادة الباسورد، create account. أنا على ما أعتقد لدي حساب، سأقوم بالدخول للحساب الخاص بي مباشرة، تسجلت بنفس القناة، أضغط على login هنا، وهنا على ما أعتقد هذه القناة الخاصة بي. دقيقة فقط بعد تشيل إخواني سيتيك باسورد، هنا تقوم بأخذ هذا الكود كما تشاهدون، تقوم بوضعه هنا activation code، أضغط على activate، وهنا سيطلب منك إخواني شاهد وضع أحد روابط الفيديو هنا correct، شاهد الرابط الصحيح هنا الفورما correct، تتوجه إلى القناة الخاصة بك، بعدها إخواني تختار أحد الفيديوهات التي تريد أن تقوم بإحضار الاشتراكات أو المشاهدات، أضغط مثلا هذا الفيديو، هذه الطريقة استعملتها طبقتها على هذا الموقع، أضغط هنا وأقوم بأخذ الرابط إخواني من هنا، شاهد عندنا نسخ الرابط، هذا هو الرابط الذي أقوم بنسخه كوبي، أعود إلى الموقع، أقوم بوضع الرابط هنا، جيد انتهى، أضغط على سيبميت ماي فيديو، جيد. هنا إخواني تقوم بالضغط على أكتيفي ستارتر ناو، جيد. هنا لكي تربح من هذا الموقع، يقدم لك هذا الموقع إخواني فيديوهات 20 فيديو، هنا كل فيديو عندما تكمل 20 فيديو سيقدم لك 20 اشتراك 20 مشاهدة كما تريد أنت. مثلا هنا يطلب منك المدى لمدة لايك أند سبسكرايب والمشاهدة لمدة 25 ثانية، أضغط هنا سيتحول إلى هذه الواجهة كما تشاهدون هنا، بعدها إخواني ستقوم بوضع لايك، شاهد هنا كونفيرماسيون، يجب عليك وضع هنا، يجب عليك وضع كما تشاهدون اللايك، أقوم بتصغير اللايك والاشتراك، من الشروط وضع اللايك والاشتراك، ثم تضغط على كونفيرم، مثلا أضغط هنا لايك واشتراك، لا أغلق هذه الصفحة، أضغط على كونفيرم هنا، ننتظر قليلا فقط. كما تشاهدون أول فيديو انتهى، تضغط على يبقى لك إخواني 19 فيديو تقوم بمشاهدتها كلها، وكل 12 ساعة يقدم لك 20 فيديو تقوم بنفس الطريقة، وهنا إخواني ستأتيك الاشتراكات والمشاهدات، هنا تستطيع مشاهدة الخدمات التي يقدمها، هنا هذا هو الفيديو الذي نو بلان اكتيفي، تستطيع الضغط، كل شيء جيد، بعد إكمال 19 هنا ستظهر لك اكتيفي، وتختار إخواني الاشتراكات أو اللايكات أو أي شيء تريد. نتوجه للموقع الثاني، هنا تستطيع الحصول على 10 اشتراكات، تابع معي الموقع الثاني نفس الطريقة، تضغط على شاهد أيضا تقييم نفس التقييم، تضغط هنا على create get free youtube subscribe، وتقوم بتسجيل إخواني هنا، تقوم بتسجيل كما تشاهدون هنا، أضغط على نفس القناة وهنا المسجل فيها، انتظر هنا نفس طريقة العمل إخواني في الموقع كما تشاهدون، تقوم بوضع لايك والسبسكرايب وتشاهد الفيديوهات. هنا الموقع فقط يختلف، هنا موقع سنوكر وهنا موقع يات بال، نفس طريقة 20 فيديو تحصل على أكثر من 10 اشتراكات، يعني هنا لديك 20 اشتراك في اليوم. الموقع الثالث سبسكرايب أند واتش فيديو كما تشاهدون، تضغط على هنا التقييمات كما تشاهدون وبعض المعلومات، ما يهمنا فقط تسجيل، تضغط على سين اب، وهنا تقوم بوضع الايميل والاي دي شانل، اي دي شانل كما قلنا اخواني هو هذا هو الكود الذي ناخذه من القناه، هنا الكود الذي ناخذه من القناه في الاعلى دائما، هنا هذا هو الكود اي دي شانل، اقوم بنسخه كوبي، اتوجه الى الموقع، بعدها اضغط على الايميل، اقوم بادخال ايميل
بعد تشيل كما تشاهدون اخواني تضغط على I am not robot، هنا save لي password accept، وهنا تنتظر فقط. الآن لدي حساب، أعطى لي عدد فيديوهات، عدد المشاهدات في القناة الخاصة بي، كما تشاهدون هذه هي القناة الخاصة بي نفس اللوجو، يقدم لك أوتوماتيكي. ما تفعله إخواني شاهد هنا فيرال، تقوم بدفع مثلا 12 دولار يقدم لك أكثر من 1000 مشاهد، عفوا فيرال يقوم بوضع الفيديو الخاص بك في المراتب الأولى في اليوتيوب، يعني قد يقدم لك إعلانات، وهنا 1000 مشاهدة كما تشاهدون بخمسة دولار، أكثر من 100 لايك بأربعة دولار، يعني بعض الأمور التي يقدمها لك. نحن نريد العمل مجانا، كيف سنعمل مجانا إخواني؟ تستطيع تطبيق هذه الطريقة التي سأقوم بوضعها لك. هنا عندما تنزل إلى الأسفل إخواني كما تشاهدون هنا يوجد الكثير من البلان، مثلا هنا البرونز سيلفر جولد، نحن ما يهمنا إخواني مجانا، يعني فري أول وان، وهنا ايضا فري، نحن نضغط هنا سبسكرايب مي ناو. قبل الضغط هنا شاهد تقوم بمشاهدة 20 فيديو او 20 لايك او 20 سبسكرايب، تايم نيدد دقيقتين، وهنا ستأخذ 10 سبسكرايب او 10 لايكات او 10 فيوز مشاهدات. اضغط هنا سبسكرايب مي، وهنا سبسكرايب فيديو سي اكسبيرينس دو نوت ريكومند براوزر، هنا تضغط هنا وتنتظر. جيد، اول شيء اخواني هذه القناة تقوم بوضع السبسكرايب واتش لايك اند سبسكرايب، تضغط هنا نفس الطريقة اخواني سهلة جدا هكذا، ننتظر دقيقة فقط الى ان يظهر الفيديو، سيظهر هنا العداد وفيريفاي، ستقوم هنا فقط اللايك اول شيء، تضغط على لايك مثلا واشتراك، تستطيع العمل بقناة لا تحتاجها. ننتظر اخواني ان يضغط تظهر لك فيريفاي، وهنا الوقت يجب ان يكون ثانية دقيقتين كما اخبرنا، ننتظر لمدة دقيقتين ونعود اليكم. عند اكمال اخواني وقت مشاهدة اضغط على فيريفاي، سيقدم لي هنا اخواني فيديو اخر كما تشاهدون، وايضا يجب علي عمل على 20 فيديو هكذا اخواني، ثم اضغط على فينيش. بعد اكمال 20 فيديو ستحصل على سبسكرايب كل 12 ساعة ايضا هذا الفيديو، هذا الموقع، الموقع الرابع على ما اعتقد، وهنا هذا الموقع شرحته في احدى الفيديوهات. يكفيك ايضا جيت ستار فور فري فيو يوتيوب، تقوم بوضع الايدي الخاص بك والايميل باسورد واعاده باسورد. انا لدي حساب، اضغط على لوجن مباشره ادخل الى الحساب الخاص بي نفس القناه، انتظر قليلا فالانترنت ضعيفه. لوجن، هذا الموقع اخواني جيد، اعمل عليه 66 مشاهده التي شاهدتموهم هنا فهي من هذا الموقع. كيف ذلك اخواني؟ فقط يكفيك اول شيء الدخول هنا الى الحساب الخاص بك، هنا تستطيع اضافة هنا عدد الكوينز، يعني تستطيع العمل حسب التعب الذي تريد، عندما تتعب تحقق المشاهدات. لدي 66 كوينز، كيف اتحصل عليها؟ هنا تضغط على ايرن كوينز، اول شيء نحتاج الكوينز لكي نقوم بتحويلها الى مشاهدات او سبسكرايب او اي شيء، عند الضغط عليها مباشرة يظهر لك هذا الموقع مباشرة هنا اخواني، تستطيع مباشرة تغيير مثلا القناة، ساختار احد تبديل الحساب مثلا، ساختار هذه القناة. جيد، اريد مشاهدة بهذه القناة، لا استعمل القناة الاولى، يعني انت حر في اختيار قناة. هنا كما تشاهدون قنوات تحقق الدفع وتقوم بالعمل في هذا الموقع، شاهد اعلان لهذا الفيديو الذي شاهدناه. هنا فقط اخواني ما يطلبه منك، تابع جيدا معي، هنا شاهد الوقت والكويز، اذا ضغطت على سبسكرايب لهذا الفيديو كما تشاهدون، ساقوم بالضغط على سبسكرايب لهذه القناة، هنا اربح 50 نقطة زيادة على وقت المشاهدة وهو 60 ثانية او دقيقتين. هنا تابع معي جيدا اخي اختي، عند انتهاء وقت المشاهدة ستجد فيديوهات يطلب منك الشخص يضيف لك
مثلا 50 نقطة على سبسكرايب، وأيضا 50 نقطة على تعليق، و50 نقطة على لايك، يعني ستربح الكثير الكثير. تابع معي، سأعود إليكم بعد انتهاء الوقت. بعد انتهاء الوقت المشاهدة تضغط هنا إخواني على سبسكرايب. شاهد هنا نشاهد النقاط 11 نقطة، ولكن لم أضغط على سبسكرايب إخواني. هنا 11 نقطة تم إضافتها. الفيديو الثاني أيضا سأقوم بالخروج من هنا، أضغط على إيرون مرة أخرى. سبسكرايب كنسل. فقط تابع معي جيدا، سألغي الاشتراك. إني سبسكرايب. عند الضغط على سبسكرايب نشاهد هنا ستظهر فقط هنا إخواني لم أضغط على سبسكرايب. أنت عندما تشترك تضغط هنا سبسكرايب هنا، وستحصل على 50 نقطة هنا. مثلا هنا تم الاشتراك، سبسكرايب جيد، قم بالخروج، سأتحصل على 50 نقطة خاصة بالاشتراك وكل شيء إخواني. هكذا إخواني تقوم بجمع النقاط أنت والشغل الذي تعمل عليه. الآن إخواني كيف سنحولها إلى النقاط؟ أول شيء أضغط على ماي فيديو، ننتظر قليلا، فالإنترنت ضعيفة ضعيفة جدا. هنا شاهد عدد النقاط التي ربحتها من الاشتراكات في هذه القنوات، وأيضا الكومنت لم أعمل بها. اللايكات كسبت 100 نقطة كما تشاهدون على اللايك الواحد. هنا 50 نقطة على كل مشاهدة. أول شيء إخواني لدي 111 فيو قمت بإرسالها لهذه الفيديوهات. مثلا أريد إضافة أي فيديو، شاهد الفيديو الذي أخبرتكم إياه هنا 66، هذا هو الفيديو كما تشاهدون، قمت بوضعه هنا. هنا كومبليت كما تشاهدون 100%. هنا عدد اللايكات فقط، اخترت المشاهدات، استطيع الضغط على ديلات واحد فيه، جيد اوكي. اريد اضافة احد الفيديوهات، مثلا ساختار هذا الفيديو، جيد امبورتي، اضغط عليه فقط، ستجد كل الفيديوهات الخاصة بك هنا اخواني، جيد. وهنا ننتظر قليلا، بعد الضغط على imported إخوانك شاهد الشيمة هنا. إذا أردت الحصول على comment تضغط هنا، مثلا تحتاج إلى comment تقوم بوضع هنا. هنا subscribe تقوم بوضع عدد subscribe الذي تريد، مثلا تريد 15 كما تريد. مثلا هنا شاهد إخواني هنا view long time، مثلا 20 ثانية لكل مشاهدة. أنا من الأحسن أن تقوم بوضعها مثلا إخواني 30 ثانية أو 35 ثانية أو دقيقة إذا كانت لديك نقاط كثيرة، مثلا 40 ثانية. هنا في اليوم أريد 30 مشاهدة، تستطيع وضع 100. وهنا مثلا number of view، مثلا أريد 100 أو 50 فقط مشاهدة، جيد فقط للشرح. وهنا you can Twitter like، جيد، ثم أضغط على finish. فينيش، ننتظر إخواني فقط يتم قبول الفيديو. كما تشاهدون ظهر لك إبديت هنا، وأضغط على أوكي، جيد. هنا عدد 50 بعدها إخواني كما قلت لكم 50 مشاهدة ب400 نقطة. هنا كما تشاهدون ستبدأ المشاهدات، وأيضا نقاط 400 نقطة ذهبت إلى الفيديو. فقط يكفيك إعادة كسب النقاط من هنا، مشاهدة والحصول على اشتراكات في أكبر وقت ممكن. هذا الموقع الرابع. والموقع الخامس نسترقه، أيضا تضغط على لوجن أو ريجستري لفتح حساب. أنا لدي حساب طريقة جيل نفسها إخواني، نفس المواقع. هنا فقط تضغط على I'm not robot والأيدي، بعدها إخواني تضغط على الدخول، وهنا ستجد الفيديوهات. لدي شاهدت فيديو وبقيت 19 فيديو، وهنا تضغط على عندما تكمل 19 فيديو ستظهر لك اختيار ما تريده، سواء اشتراكات، سواء مثلا مشاهدات او اي شيء اخواني.
تستطيع الضغط على كنسل هنا وتقوم بإعادة اختيار ماي فيديو مثلا. هنا هذا هو الفيديو وهنا الاكزامبل واتش في جيد الفيديو تستطيع وضعه. ايضا تستطيع مثلا إضافة هذا الفيديو، أقوم بنسخ الرابط كوبي، أقوم بوضع مجموعة فيديوهات هنا مثلا باست جيد. أيضا تستطيع إضافة الكثير من الفيديوهات، 5 فيديوهات، أضغط على سيب ميت وهنا تضغط على أكتيفي. وهنا كما تشاهدون الآن أنت تعيد مرة أخرى مشاهدة الفيديوهات وستبدأ في الحصول على اشتراكات. هذا هو درسنا اليوم إخوان، إذا وجدت أي صعوبة فقط تواصل معنا وسنقوم بشرح لك بالتفصيل. الآن كل هذه المواقع إخواني عندما تقوم بحسابة كم عدد الاشتراكات التي تحصل عليها في مدة 24 ساعة، كل موقع يعمل ب 12 ساعة إلا هذا الموقع إخواني، فتستطيع العمل طول الوقت، تستطيع تحويل كل العمل كل دقيقة كل ساعة كل يوم وتحصل على نقاط تحولها بدون حدود. لذا كل مواقع عندما تحسب 4 مواقع يقدمون لك في 24 ساعة 20 فيديو، لأن كل 12 ساعة تحصل على 10 اشتراكات، يعني إخواني 20 فيديو، عفوا 80 اشتراك في اليوم. وهذا الموقع كما قلنا يقدم لك الكثير من الاشتراكات، فهنا ستحصل على تقريبا 150 اشتراك في اليوم، في 10 ايام تحصل على 1500 اشتراك، وعدد مشاهدات تصل في شهر او في 15 يوم الى 4000 ساعة، وهنا ستحقق الربح من الفيديوهات الخاصة بك. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى.